بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبركم جميعا معكم أكرم من قناة نيوكس جيمينج، واليوم هنكمل المقطع الرابع لسلسلة تختيم ريزيدنت ايفل 8 ذا فيليج أو القرية زي ما أحب أقول. طيب الحين نفتح المتجر أخيرا، أوكي زي ما يقول هنبيع ونشتري ونشوف إيش الوضع. طيب أول شيء الفلوس اللي معايا ما تكفي مرة، ما تجمل بالمرة، فهبيع المجوهرات وهبيع هذه. تمام هكتفي بالثنتين هذه، باقي شغلات هبيعها فيما بعد. طب تطوير أسلحة ما يحتاج أسلحة، على قد ما أني محتاج أعرف طريقة تطوير سدس البندقية. تمام وش كمان إيش كمان؟ طبعاً مستوى الصعوبة غير متوفر، هذا عشان أشتري، مو غير متوفر، الدواء متوفر بس إنه ما أقدر أشتريه. طيب هشتري كم طلقة مسدس عادي؟ 5 طلقات. anything else؟ طلقتين شوتجن بس، هذا اللي احتاجه. I'm skilled at all sorts of weapons. كان نفسي اشتري شغلات ثانية بس انه يعني الميزانية ما تساعد. بالنسبة لترقية الاسلحة لسه ما هطور الاسلحة الحين، لسه لاحقين. Good day then. فنشوف نكمل. طب الحين نرجع نتوجه للقاعة الرئيسية. بس دقيقة ثواني، بس أبسوي تعديل في ال ال لا مو ده السطوع، إيه بالكاد المفروض كذا. يثبت حتى اختفاء الصورة التي على اليسار. تمام كذا تمام، لأنه كذا الإضاءة صارت أوضح شوية، قال ما كان يمدينا أشوف شيء. طيب هنا المذكرة، أوكي تمام. اوكي الحين نتوجه. Shall I give you the tour? انا ادري. ادري انهم ما يسوون حالي. فك الباب بسرعة. اخيرا. طب المكان ذا هدور فيه على كل شيء. اول شيء في عند المزارية، ثاني شيء في اوكي رصاص طلقة. مو ممتازة بس انه افضل من لا شيء. طيب وش كمان ايش كمان في هنا المكان ده؟ فيه شغلات كثيرة اتوقع، اذا ذاكرتي ما تخونني يعني وكذا. ف لا 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 والله ممكن تبغى ادخل حاليا هنا. ابرجع. طيب ايوه خلاص مبدئيا هذه الشغلات اللي هنا
الا اذا كان في شيء ثاني فهرجع له فيما بعد. الحين نتوجه خلف البوابة دي. برضو عشبة نقدر نسوي سائل كيميائي ثاني، ولا أقول لكم ما بسوي الحين، يعني بعتبر اللي عنده هو اللي موجود عشان أوفر وكذا. شت فينها؟ ورب انها تخوف يا شباب، والله كذا الوضع مرة مريب. خريطة القلعة تمام. اوكي الباب اللي مقفل كالعادة. هنا ما في شيء. الرصاص تمام. ما في شيء. بارود تمام. اوكي هنا وصلنا اللغز. فاللغز ده عبارة عن قصة. اوكي القصة تقول كالتالي: لا تهتم النساء بما تقدم الرجال، ولكن لابد للفقراء ان يؤدوا دورهم ليعطوا سيدهم افضل ما لديهم حتى يتدفق الشراب. اوكي واضح ان ذول الفقراء وهذا سيدهم تمام. فنلف شوية على الفقراء على سيدهم. البنات لا يهتم بما يقدمون الرجال، فنخلي هذه كذا تمام، وهذه تكون كذا. واتمنى ان كذا يكون اللغز انحل تمام. اوكي هذا مكان كابوسي عن جد، اكثر مكان ما اطيقه. دعواتكم. عن جد ذا المكان من أسوأ الأماكن. أتمنى المكان ذا يعدي على خير، أتمنى فعلا. كان ودي أقوي المسدس العادي شوية تدرون. أنا اشتقت للبايع بصراحة، فأرجع أقوي مسدساتي وأكلمكم، ولا أقول
وانا لو قويت المسدس بالتالي الرصاص هيخف، تبذير الرصاص هيخف، فهذه يعني معادلة موزونة هتكون، يعني يا انه اصرف فلوس يا يعني انه اصرف رصاص، فانا افضل انه اصرف الفلوس على اني اصرف الرصاص، فهمتم كيف؟ لانه هذا هو الحل الوحيد. اوكي ولقينا شيء. نرجع للبائع. Shall I choose something for you? هو يعني مبدئيا اقوي المستوى العائدي، تمام، طلق هو هتزيد 30 قوته وتكون 30، ف شيء كويس. Can be done in just a moment. طيب معدل الاطلاق نقوي كمان ولا نرجع فيما بعد. انا اعرف ان اللي انا سويته بالنسبه للناس اللي ختمت اللعبه، ممكن لو ختم اللعبه يقولوا ايش فيها، بس بالنسبه للناس اللي ما ختمت اللعبه وما تقدمت في اللعب هيقولون الحركه اللي اكرم سواها حركه مره غبيه. بس انه انا مبدئيا يعني عندي سياسه معينه، ما اعرف كيف اوصل لكم الفكره اللي ببالي، بس انه لو مسدس ذا ضعيف، تمام، وما منه فايدة، في النهاية هو اللي الرصاص حقه متوفر كثير، فهمتم كيف؟ هذا أول شيء. ثاني شيء شو اسمه ذا الزومبي اللي هواجههم في المنطقة دي، أنا من رأيي أنه لازم أقتلهم، فصعب أنه أقتلهم بالبندقية، ما عندي غير المسدس العادي باختصار. أتمنى إن الفكرة تكون وصلت. أنا متأكد إني سديت. فهذه هي السياسة اللي أنا ماشي عليها. حتى لو والله ما أدري إيش جاب الموضوع ذا، بس إنه لساتني أنا أفكر فيه. حتى لو الفرق هيكون تافه في تقوية المسدس، أهم شيء إنه هيوفر علي شيء. ست طلقات. وعلى فكرة المكان ذا ترى على قد ما إنه سيء، على قد ما إنه يعتبر كنز، فيه له شغلات مرة كثيرة.
اوكي هطور مسدس العادي او بالاحرى قصدي هطلع رصاص المسدس العادي. كفاية كفاية عن جد كفاية. المكان ذا يا شباب فعلا 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 كنز، فحاولوا تحللوا اللي تقدروا عليه من المكان ذا. يعني خذوا كل شيء. كذا خلصنا كل شيء من المكان ده. باقي المنطقة دي لا لا لا، ثلاثة كثير. بما انه كثير خلصنا منهم. قلنا مو اتفقنا كفاية؟ يا الله تمام، أقل شيء خلصنا ال خلصنا من المكان ذا، ولا نعتبره من أسوأ الأماكن. واو Mother Miranda,
I regret to inform you that Ethan Winters has escaped that fool Heisenberg. Because he is in my castle and has already proven too much for my daughters to handle. When I find him... No, Mother Miranda. Yes, of course, I understand the importance of the ceremony. I won't let you down. Oh! Oh! To hell with the ceremony! That man will pay for what he's done! Oh my god. يعني الشيء ذا بحد ذاته يكثر انه قديش الحرمة ذي معصبة مني لدرجة انها رمت بالعفش حق غرفتها ويثم بكل جرأة يدخل غرفتها. اوكي الباب مغلق من الجهة الاخرى اللي هي هذه. اوكي تمام. اوكي المفتاح. خلينا نقرأ الملاحظة نشوف ايش تقول. دعتنا الام ميراندا جميعا لتحديد مصير والد الطفل. التفكير بالاجتماع العائلي يجعلني ارتجف عندما اذكر انني اعامل كاخت لهؤلاء الحثالة. اية تحتقر المجموعة حق هايزنبرغ خصوصا هذا الوغد لن يتعلم الادب التعامل. ولو صفعوه على وجهه كنت سامزقه اربا ان لم تمنعني الام امي اللي هي مدر ميراندا. طيب الام ميراندا طيب لماذا تتعامل مثلهم؟ لقد أعطيتني تلك القلعة. لماذا تعاملني مثلهم؟ لقد أعطتني تلك القلعة وبناتها مطيعات وحياة أبدية. أجرب أفتح الباب ذا. اعتذر لكم اول شيء صارت في مشكله في الصوت بس المايك انفصل ف What the hell do you ungrateful selfish wretch you come into my house you lay your filthy man hands on my daughters and now you even try to steal my property how dare Why you can? Because I will hunt you, and I will break you! Go ahead, do your worst. هذه الجزية حمراء. كيف انا اروح دقيقه. اوكي تمام ممتاز. خلينا ندور المكان ذا كويس قبل ما
نبدأ نتحرك أي حركة يعني. إيش كمان ممكن نأخذ من هنا؟ والمكان كله على بعضه متاهة. طبعا أنا جيت من هنا. طيب جيت من هنا ندور حبة حبة. نروح هنا يمين. إيش في؟ ما في شيء يمين. نسيد شوية. يسار ما في شيء. قدام نرجع حيث جئنا. تمام تمام أوكي. Oh. Oh, shit! Like I'd let you get away. You'll be sliced to ribbons before you ever see the Okay. الحين أنا حفظت الخريطة لحسن حظي. بسرعة 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 بسرعة. جت. ورب الكعبة ما أدري وين أروح. Let's wrap things up. صلوا على النبي يا جماعة. أوكي يمين بعدين يمين بعدين. ورا. ورا وين؟ ورا وين؟ أنا ماني شايف شيء. سيدة 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 يمين. يا الله وجع والله. لسه قاعد اسمع خطواتها. اوف. واو والله يعني كانت مأساة بصراحة. Good. Man screwed this castle. اوكي قبل ما اتوجه للمكان الثاني هرجع حيث جئت. في مكان يدفعني الفضول اني اروحه. اللي هو الباب هذا. بالضبط. ممتاز. اوكي كذا خلصنا من المنطقة دي بشكل كامل. واو خلصنا جزئية كبيرة. اوكي الحين هرجع مكان ما جيت. اوكي والله عندي فضول اشوف هنا ايش فيه.
في شيء هنا. طيب اوكي الحين هنرجع حيث جئنا او حيث جيت عفوا. اوكي بس ذي المرة يعني وضعنا في الأسلحة أحسن بكثير. ف يعني أنا الحين كل اللي محتاج أسويه إني أرجع مرة ثانية للدوق. اوكي بسرعة 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 بسرعة. It's a pleasure to see you safe. How were things? No sign of Rose. I'm so sorry it turned out that way. Well, you'll find your way to her once you're out of this castle. Do you have need of anything for the road ahead?